انا جد سعيد باش نحضر مع المنظمه الجهويه للمراه التجمعيه بجهه الدار البيضاء اللي جات اليوم باش تفتح واحد النقاش صريح بخصوص حقوق المراه اللي هو شرط اساسي من التنميه السوسيو اقتصاديه. وهذه فرصه نذكروا بالعمل اللي تديروا الحكومه تحت التوجيهات الساميه ديال جلاله الملك، خصوصا الخطاب الاخير ديال هذه السنه، ونذكروا ما فيها باس بالاجراءات اللي جات بها قانون الماليه سنه 2022 اللي رسخات واحد مبلغ ديال 250 مليون درهم لصالح ادماج المراه في تقاطع يعني واضح مع مخرجات وثيقة النموذج التنموي الجديد اللي كرس دور المرأة وعطى لها مكانة أساسية في أفق أنها يكون عندها التمكين الاقتصادي اللائق واللي يمكنها من الريادة في المجال الاقتصادي وفي المجال الاجتماعي. احنا تنتمناو يعني أن الحكومة تزيد في هذا المسار وتزيد من 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 المحفزات ديال إدماج المرأة في سوق الشغل وفي النسيج الاقتصادي بصفة عامة، لا سواء في الريادة المرأة كفاعل اقتصادي ولا أيضا في تمظهرات الاقتصاد التضامني والاجتماعي.